وصلنا للسؤال رقم 61. جايب لك ايه بقى؟ بص كده معايا، جايب لك نص كده ومعلم لك على كلمة، ماشي؟ اللي هي دي، طبعا دي كلمة غلط. فبيقول لك ايه بقى؟ add يعني ضيف the highlighted word، اضيف الكلمة اللي هي متعلمة to the custom dictionary، للقاموس بتاعك بتاع الوورد. تمام يا جماعة، بص كده وليكن كده انت عندك انا كلمة غلط، تيجي عايز تضيف القاموس، بتعمل ايه؟ تيجي كده على كليك يمين، ماشي؟ وبتختار الامر اد تو ديكشنري، يعني ضيفها للقاموس. بس يا جماعه، ماشي؟ ليه بقى بضيفها للقاموس؟ عشان بعد كده ما يجيش ما يشوفها، يعني يعمل تحتها خط غلط او حاجه زي كده. فبعد ما انضفت خلاص بقى هو عارفها. اوكي يا جماعه، يبقى بتيجي على الكلمه كليك يمين وتقول له اد تو ديكشنري. السؤال اللي بعد كده رقم 62، جايب لك ملف كده وبيقول لك print one copy، اطبع نسخة واحدة of this document، من هذه الوثيقة using باستخدام the reception printer، اطبع نسخة واحدة من الوثيقة ديت باستخدام طبعة اسمها reception. ازاي؟ باجي على الفايل كده واقول له فايل، ماشي؟ واقول له print، وتأكد هنا للنمبر اوف كابز واحدة. فين بقى اسم الطبعة؟ وغير اسم الطبعة منين؟ اهي بص كده اهو، نيم البرنتر نيم، وافتح كده واشوف الطبعة اللي هو ايه قال لك عليها، ريسبشن اتش بي ايبسون، حسب ما يقول لك ايه الاسم بالظبط اختاره، وتأكد دي واحد وقول له ايه، قول له اوكي. ماشي كده. بعد كده السؤال رقم 63، جايب لك صفحة كده فيها نص وبقول لك apply automatic hyphenation، طبق حاجه اسمها automatic hyphenation. يعني ايه يا جماعه كلمه hyphenation؟ hyphenation معناها وصل، يعني بيوصل الكلمات. المفروض طبيعي، المفروض طبيعي ان هو اول ما الكلمه تيجي لاخر السطر والكلمه ناقصه او لسه فيها حروف، بياخد الكلمه وايه، ينزلها على السطر اللي بعده. ده المفروض في الوورد. لا، انا عايز ايه بقى؟ عايز يرجع يعمل لي شارت كده داش وينزل باقي تحت. يعني بص يا جماعه كده، وليكن مثلا انا عندي نص اهو، ركز قوي في النص ده. بص كده هتلاقي كلمه مثلا ديفايس، اجهزه، راجع عامل دي اي وحاطط شرطه ومكملها تحت، بدل ما ياخد ايه الكلمه كلها. ده كده متطبق عليه ايه؟ الهايفنيشن. يعني لو في كلمه ناقصه يبقى جاي مديك داش او شرطه ومكمل ايه، ومكمل تحت، بدل ما ياخد الكلمه كلها ايه تحت. لسه برضه احنا دلوقتي بنشرح كلمه هايفنيشن، عايزين بقى نعمل اوتوماتيك هايفنيشن. بتعملها ازاي؟ بص كده يا اسطى، بتروح لقائمه تولز وتختار امر اسمه لانجويج، ومن لانجويج تروح كده لحاجه اسمها هايفنيشن، ماشي؟ وتعلم دي في امتحان مش هتلاقي متعلمها، اللي هي اوتوماتيكالي هايفنيت دوكيمنت، هتعلمها كده وتقول له ايه؟ وتقول له اوكي. ماشي يا جماعه؟ طيب السؤال اللي بعد كده رقم 64، جايب لك جدول اهو، ماشي؟ وبقول لك ايه بقى؟ وبقول لك انسيرت، ادرج 96، ادرج رقم 96 انتو ذا اوت جوينج كولم، العمود اللي اسمه اوت جوينج اهو، في عمود اهو ركب لي كده، عمود اسمه اوت جوينج، ادرجها في العمود دوت بس تبع انهي صف؟ فور ويد 23 ار دي، يعني في العمود ده كده قصاد الويد 23، يعني هنا يا جماعه في الخانه دي بالظبط. تيجي تعمل كليك وتحط رقم ايه؟ 96. واحد يقول لك هو عايز كده؟ اه عايزك بتشوف تقدر تكمل الجدول ازاي. ماشي؟ السؤال اللي بعد كده رقم 65، بيقول لك add the word، ضيف كلمة linked between the words or and information. السؤال ده مكرر بصورة أو بأخرى، إنك عايز تضيف كلمة بين كلمتين، عندك في النص أهو كلمة or information أهو في العنوان أهو or information، عايز يحط linked بينهم. أهو الراجل حطها أهوت، ماشي؟ توجع عامل السهم يا جماعة، كليك شمال هنا بحيث المؤشر يظهر، تكتب كلمة لينك تاخد مسافة وخلاص. ماشي؟ السؤال اللي بعد كده رقم 66، مديك تشارت يا جماعة يعني رسم بياني، ماشي؟ بقول لك ايه بقى؟ select this chart
حدد هذا الاسم البياني تو بي ديليت. واحد يرجع ايه بقى؟ يرجع معلمه لك وديليت شايله. لا، هو بيطلب منك حاجه محدده، هو قال لك ديليته، ديليت احذفه. قال لك لا، قال لك حدده عشان يتحذف. مين اللي يحذفه بقى؟ دي مش مشكلتك. فانت بتيجي بقى تحذفه ازاي؟ بتيجي بالماوس تكليك عليه. خلصت. السؤال اللي بعد كده جايب لك صفحه في البرنت بريفيو اللي هي معاينه مخابر الطباعه. تيجي ازاي دي؟ بص كده، وليكن احنا صفحات عايز اعمل لها برنت بريفيو او معاينه مخابر الطباعه، بروح من فايل اختار الامر برنت بريفيو. ماشي اهو. يعني ايه بقى برنت بريفيو؟ يعني بيديك كده شكل الصفحه من بعيد بحيث تعرف انت ماشي صح، الحدود متناسقه مع بعضها، شكل الصفحه من بعيد عامل ازاي. ده ايه المقصود ببرنت ايه بريفيو؟ تشوف الاشكال او النص او الرسومات بشكل بعيد بحيث تحكم على ورقه من بعيد كده او بشكل ايه، بشكل كامل. طيب عايز ايه؟ عايز ايه هو بقى من السؤال؟ بيقول لك كليك اون ذا كوركت لوكيشن، اضغط على المكان الصحيح تو ديسبلاي مالتيبل بيجز عشان تعرض صفحات كتير. بص كده، يعني هو هنا بص احنا دلوقتي في البريفيو اهو، عارض صفحه واحده اهي، اهي صفحه واحده. لا، بقول لك اضغط بقى على المكان الصحيح هنا كده عشان تعرض صفحات كتير. بص بقى في المكان ده اهو اللي هو ده يا جماعه، شوف حتى لف عليه كده، يقول لك ايه مالتيبل بيجز، صفحات عديده، كليك عليه كده وامشي وامشي بالسهل واختار اهو. شوف عرض كام صفحه؟ عرض 5 صفحات. يبقى هو ده يا جماعه، هو ده اللي بيعرض ايه مالتيبل بيجز او صفحات ايه عديده. طبعا ده في البريفيو، خلي بالك عشان تدور عليه هناك في التول بارز. لا، بيجي تيجي فايل برنت بريفيو وبيجي لك فين؟ في البريفيو او المعاينه. السؤال بعد كده رقم 68، مديك صفحه بيضاء كده وبيقول لك اوبن ذا ميل ميرج تاسك بين. بدا اسئله الميل ميرج، وطبعا كلنا عارفين الميل ميرج يعني دمج المرسلات. يعني ايه دمج المرسلات؟ يعني انا عايز ابعت لتر خطاب لكذا شخص في نفس الوقت. ماشي، فبعمل ايه بقى؟ بص كده، الصفحة دي اهي، باجي اعمل صفحة جديدة اهي، باجي اعمل ايه بقى؟ بروح لقائمة تولز، اختار الامر اسمه ليترز اند ميلينجز. انا بشرح كده، خلي بالك بشرح الميل ميرج مش بحل السؤال. يبقى تولز ليترز اند ميلينجز، وبختار ميل ميرج وزارة. تمام، بيجيب لي بقى التاسك بين دي، اسمها التاسك بين، التاسك بين بتاعت الميل ميرج. هنا بيقول لي بقى اول حاجه، هو طبعا الميل ميرج يا جماعه عباره عن 6 خطوات. اول خطوه بحدد فيها انا هبعت ايه، او وات تايب اوف دوكيومنتس، اي نوع من الوثائق ار يو وركينج اون، بتشتغل عليه، ليترز طبعا. اوكي، واجي تحت كده مكتوب اهو ستيب 1 اوف 6، يعني اول خطوه من 6، واجي اقول له نيكست يعني ستارتنج دوكيومنت. اول خطوه. بعد كده يسالني سيلكت ستارتنج دوكيومنت، الوثيقه اللي هتشتغل فيها هل هي دي يوزنج ذا كارنت دوكيومنت، يعني استخدم الوظيفه الوثيقه قصدي الحاليه، ولا ستارت فروم تمبلت، ولا هتبدا من قوالب جاهزه، ولا ستارت فروم اكزيستنج دوكيومنت، ولا في وثيقه انت محضرها يعني هتجيبها وتشتغل منها. لا، انا استخدم اللي انا في فيها، واجي اقول له نيكست. الخطوه الثالثه بختار فيها حاجه اسمها ريسيبينتس، بختار فيها المستلمين، الجواب اللي انا هبعته للناس ديت هم مين الناس دول. فهنا عندك بيقول لك يوز ان اكزيستنج ليست، لو في عندك قائمه موجوده بتختار الاولانيه وتقول له براوس وتشوف هي فين بالظبط وتقول له ايه اوبن. ماشي، طب قدر عندك بقى ما فيش قائمه موجوده، عايز انت تعمل كرييشن، انشاء لقائمه جديده، فبتختار طيب النيو ليست. ماشي، اعمل قائمه جديده واقول له كرييت. ماشي، وتبدا تكتب اسامي الناس وتقول له اوكي، النيم والفيس نيم والكمباني ماشي والسيتي والحاجات دي والتليفون نمبر والادرس والكلام ده كله، دي تملى الكلام ده. ده اسمه بقى، ده اسمه ريسيبنتس او المستلمين للخطابات ايه بتاعتك. اوكي يا جماعه، الخطوه الرابعه بقى ان بكتب الخطاب بتاعي، رايت يور ليتر. طبعا احنا اقول لكم مثلا نكتب اي حاجه هنا، مثلا نحط اي جماعه اي مستلم كده. ماشي، اقول لكم اي حاجه كده اهي، ونقول له كلوز. ماشي، ونحفظ الكلام ده.
اوكي، عشان بس ننتهي الخطوه بعدها. الخطوه بقى الرابعه، يبقى احنا اول خطوه اخترنا ليترز، تاني خطوه اخترنا كارنت دوكمنت، تالت خطوه عملنا كريشن لنيو ليست لان احنا ما عندناش قايمه اكزيستنج، قايمه موجوده. الرابعه بقى، خطوه رابعه، رايت الروتر، اكتب خطابك. هو هنا بيساعدك بقى، لو عايز تحط عنوان روح على الادرس بلوك واختار اي نمط من العناوين وليكن حاجه زي كده وقول له اوكي انتر. عايز تحط جريتنج او سالوتيشن، تحيه، السؤال ده خلينا نكمل بعد شويه. عايز تحط تحيه، كلمه دير، عزيزي فلان اهو دير، وتختار النمط عزيزي مين كذا ولا يكون ده، وتقول له اوكي ماشي انتر. عايز تحط حقول من اللي انت حاططها، تايتل او فيرست نيم، بتروح على مور ايتمز تختار اللي انت ايه اللي انت عملته اهو، تيجي مثلا على كده اختار وقول له انسرت وقول له ايه كلوز. يبقى انت كده ايه، دخلت ادس بلوك ودخلت جريتنج تحيه ودخلت بيانات ايه، شخص اللي هو كده اللي هو يروح الجواب. الخطوه رقم 4 بتقول له نيكست، عايز اشوف معاينه اهو، بص كده اهو. طبعا احنا كاتبين طبعا اي حروف اهو، دير كذا، دير كذا ديت اللي هي سالوتيشن اللي هي جريتنج لاين تحيه، وده ايه البتاع اللي ايه كاتبينها. عايز تقلب اهو، ده النكست ليتر، ده البريفيوس ليتر، ده الخطاب اللي بعده، ده الخطاب ايه السابق كده يا جماعه. الخطوه الخامسه، الخطوه الخامسه، الخطوه الاخيره بقى بتقول له كومبليت ذا ميرج، كمل الميرج، دمج الموسات. عايز تحط الرسائل ديت في خطابات منفرده بتقول له ايديت انديفيدوال ليترز، اهي تيجي عادي. عايز تحط الميرج كورس كلها قول، قول له اوكي. بتاخد تجيب لك كده فايل وورد تاني اسمه ليترز 1، ماشي ليترز 1، في بقى ايه الحاجات بتاعت الناس كلها. لو قلب كده هتلاقي رساله راحت لكل ايه، راحت لكل واحد من الناس اللي احنا كاتبينهم. اوكي يا جماعه، ده كده باختصار الميل ميرج. تعال بقى السؤال بتاعنا، ده كله بنشرح الميل ميرج، تعالى للسؤال بتاعنا. بيقول ايه بقى؟ بيقول لك اوبن ذا ميل ميرج تاسك بين، افتح التاسك بتاع الميرج، يعني ابدا الميرج يعني. اهو يا جماعه زي ما احنا قلنا دلوقتي، زي ما احنا قلنا نقفل بس الفايل ده، زي ما قلنا بنفتح ازاي اهو، تولز ليترز اند ميلينجز، وبعدين ميل ميرج وزرت. هتلاقي على طول تاسك بين جات لك فين؟ جات لك على اليمين. ماشي يا جماعه؟ طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو رقم 69، جايب لك صفحة كده الميمج اللي هي الخطوة الأولانية اللي هو بيختار فيها ليترز، ماشي؟ قال لك إيه بقى؟ بيقول لك start a new ميل ميرج دوكيمنت، ابدأ. هو أول خطوة عايزك تبدأ أهو، هتيجي هو عند نيكست يا جماعة، starting document، هو عايز يبدأ، فبتيجي على خطوة وتقول له إيه؟ نيكست بس. اللي بعد كده بيقول لك use the SQL database file as a data source located in my document folder. فاكرين لما قلنا احنا بننشئ، بص كده معايا الخطوه الثالثه، نرجع كده previous اهو، previous previous الخطوه الثالثه. فاكرين يا جماعه لما احنا قلنا احنا هنحدد recipients المستلمين اللي هيعملوا الخطابات، في عندي خيارين او خيارين مهمين، الوسط مش مهم قوي، عن في خيار عندي لو انا عندي قائمه موجوده. هو السؤال ده بالظبط كده، السؤال اللي فات ده بيقول لك اختار قائمه موجوده داتابيز موجوده في ماي دوكيومنتس جاهزه، بدل ما انت تايب انيو ليست وكرييت وتكتب اسامي، لا هات لي واحده جاهزه انت عينها. فطبعا هو مختار ده، ماشي تمام كده اللي هو اختار الاولاني، وبتقول له براوز، بتقول له براوز اهو، بتشوف انت بقى حاطط اللي فين، ولكن هي دي يا جماعه الداتابيز اللي هو عايزها، بتختارها وتقول له اوبن بس كده، يفتح حالك اهي بالاسامي اللي فيها كده. ماشي يا جماعه، يبقى حل السؤال ده، حل السؤال ده اللي انا بروح على يوزنج اكزيستنج ليست واقول له براوز، اشوف مكانها فين في ماي دوكيومنتس، اختار الاس دي ال داتابيز واقول له ايه اوبن.